سنتين من الحيرة، سنتين لم نجد إجابة لسؤال نريد أن نسأله، لماذا فاران موجود في الملعب؟ فهمونا طيب، فاران موجود في الملعب ليه؟ هل مستوى ناتشو ومستوى ميليتاو أسوأ من اللي فاران بيقدمه النسخة الحالية؟ ما اعتقدش. يعني ده انت لو جبت لعيب ناشئ في ريال مدريد وديته 5-6 ماتشات مش هيكون أسوأ من فاران واللي بيعمله. لوكاس فاسكيز بيقرر ان هو في الدقيقة 17 يباصي باص لكريم بنزيما اللي بينزل عشان خاطر يستلم من تحت، عشان كريم بيحب ان هو ينزل تحت كتير، حاجة طبيعية ومنطقية، الكرة اتقطعت في الطريق. تمام. كازيميرو بيقرر ان هو انا هنزل تحت علشان خاطر احاول اعمل استرجاع للكوره ونحاول نبدا ونبني اللعب على خفيف خفيف. انت بقى ايه اللي طلعك وخلاك تسيب المساحه بتاعتك وخلاك ان انت تطلع مع ايناك ويليامز قبل ال 18 وتسيب فجاه المساحه بتاعتك اللي هي ما حطتش في دماغك ابدا ان ممكن راؤول جارسيا يخش ويقطع ويجي بيسجل الهدف الاول لبلباو علشان خاطر مباراه انت كنت متسيدها في ال 16 دقيقه اللي قبل الهدف الاول، تلاقي ان انت اتخطفت وريال مدريد بقى 1-0 اتلتيكو بالباو، وبالباو موجود جوه الملعب وجوه الجيم بقوه. هتقول لي طب ما ريال مدريد الشوط الاول كان فين؟ هقول لك الموضوع بسيط، انت بتلعب قدام فرقه حرفيا 4-4-2، الشوط الاول كان 8-2 بيحاولوا بإيناكي ويليامز شويه وبيحاولوا كمان براؤول جارسيا شويه، وغير كده احنا عارفين ان ريال مدريد في وجود لوكا مودريتش ووجود توني كروز مع بعض عندهم سن البطء، دي حاجه عارفينها، وجود ايدن هازارد اللي غالبا كده ما تعرفش فلوسه حرام ولا الدنيا بالنسبه له كانت عامله ازاي، وهو الريال بيجيبه من تشيلسي، عارف ان في مشكله، الطريقه مش واضحه 4-3-3 قوي ولا 4-4-2 والاعتماد على كريم بنزيما، وكمان ايدن هازارد والمهاجم الوهمي اللي ايدن هازارد بيحب يلعبه ولا احنا بننام ايه جوه الملعب، وبتلاقي ان والله ريال مدريد مش عارف يتصرف، الفرقه واقفه صح 8 لعيبه قدام خط المرمى، وبتلاقي ان الفرقه كلها عندها مشاكل. معلش رجع حركه 11 ورجع ديفندر ومدريد خلاص نص الملعب والعمق بقى مقفول، هنلعب على الاطراف عشان نحاول نلعب عرضيات وكريم بنزيما ياخد واحده من فوق، قلنا عادي ما عندناش اي مانع. نبص بقى مين على الاطراف، موجود لوكاس فاسكيز اللي هو قلت لك 7000 مره، ليه فاسكيز يكون موجود؟ كان ناحيه اليمين ورا مساك يغرق بلاد، فتخيل بقى ناحيه هجوميه انت خسرانها ودفاعيا هتكون شوربه، فالموضوع بالنسبه لك هيكون عامل ازاي؟ الناحيه الثانيه على الاقل فاتنا ديمندي كان بيحاول وبيحاول هو وماركوس سانسيو، وفجاه بتلاقي ان الشوط الاول اللي ريال مدريد مستعد في الموقف بتلاقي ان برده نفس الجبهه اللي احنا بنتكلم عليها من البدايه غرقت ريال مدريد، وضربه جزاء تتحسب على الاسطوره لوكاس فاسكيز لان الراجل مش متعود ان هو بيكون في منطقه جزاء ريال مدريد بيدافع، لحد ما تلاقي فجاه راؤول جارسيا دخل وجاب الثاني اللي هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ريال مدريد بيهاجم ويلبس اجواء، في ايه يا جماعه اللي بيحصل ده بالظبط؟ ما تفهمونا الملعب ماشي ازاي طيب؟ وتسمع بقى احلى كلام ما بين الشوطين، تسمع بقى ان مارسيلينو كسر الدنيا والتكتيك ملعلع وبسم الله ما شاء الله اللي هو يا جماعه ريال مدريد عنده ازمه ناحيه اليمين، يا جماعه ريال مدريد عنده مشكله في فاران وفاسكيز والدنيا بالنسبه لهم ضايعه تماما، لولا وجود الاثنين دول جوه الملعب ريال مدريد ما كانش هيطلع خسران 2-0 الشوط الثاني ابدا، بس يلا عادي، ريال مدريد الشوط الثاني بينزل قوه ضربه بقى بنحاول ان احنا ننزل فيدريكو فالفيردي، بنحاول ان احنا نغير شويه ايدن هازارد الراجل سايبينه جوه الملعب، ما حدش كان عارف هو الراجل مستمر لحد دلوقتي ليه، ماركوس سانسيو بيقدر ان هو يشوط واحده تبص ان هي جت في العارضه اللي هو عادي ما عندناش اي مشكله هنعوض دلوقتي، والكره الثانيه برضه سانسيو بيشوطها بتيجي في القايمه اللي هو طب نعمل ايه تاني بقى يعني هنحلها ازاي؟ وفي اللقطه بتاع الهدف بتاع كريم بنزيما دي ابداع وامتاع وتحرك عالمي من بنزيما، شايف المساك واقف فين والراجل على خط واحد مع المساك الثاني ويحاول ان هو ما يكشفش الاوفسايد خالص والراجل قصاد المساك، وطبيعي في الحالات دي بتحسب للاعب المهاجم، المهاجم بيكون دايما ليه الافضليه في الكوره اللي زي دي اللي هو على خط واحد ما فيش فرق بينهم كبير، مع ان كان في فرق كبير جدا ما بين كريم بنزيما والمساك بتاع بالباو لحد ما تلاقي ان والله يا جماعه 2-1 ونحاول بقى ان احنا نجيب هدف التعادل، ومعروف الماتشات دي ارفع كورسها تلاقي كازيميرو زاد جبنا التعادل، لا ما هو زيدان عادي يعني مش هنزل ماريانو دياز ولا هيعمل اي تغييرات هجوميه قويه، ده حتى لما فكر ان هو يغير تغيير هجوميه نزل ماريانو دياز في الدقيقه 88 مكان كريم بنزيما اللي هو طب ليه طيب بالعقل طب والمنطق يعني طب في الدقيقه 88 ماريانو دياز مكان كريم بنزيما؟ تمام، تأخير فاران دي كانت حاجه تشرح القلب وتشرح الصدر اللي هو اخيرا بعد سنه ونص اكتشفت ان فاران مش قادر يمشي جوه الملعب، الحمد لله رب العالمين انك اكتشفت الحاجات دي بدري بدري، وفجاه بتلاقي ان والله يا جماعه ريال مدريد طالع خسران، وتلاقي بقى كلام بقى من نوعيه اللي هو على فكره مارسيلينو غلط ان هو قرر ان هو يدافع الشوط الثاني اللي هو على اساس ان هو الشوط الاول كان بيعمل شاي بليمون، الشوط الاول كان بيدافع يا باشا، يقول لك لا مارسيلينو لو كان عايز يخلص المباراه بالثالث والرابع كان خلص اللي هو
عم عفيفي بطل ما يكيل ام فتي والهبد اللي عمال تهبله ده، ما تكرهناش برشلونه يا عمي. انت مشجع غريب جدا، انت جاي هنا اسلوب تحليل تحلل مباراه ريال مدريد وتحلل المباراه بتاع اتلتيكو وبالباو، ايه اللي جاب كره ميسي واصل كره اسانسيو؟ يا ابني الهاتش ده بيمشي عندنا هنا في مصر، ما بيمشيش هناك في الدوريات دي. علشان كده الواحد زعلان من ان السعوديه الرياضيه واخده بصراحه كاس السوبر ده. يا جماعه والله اتوجع قلبنا باللي احنا بنسمعه ده، امبارح معلق والنهارده عفيفي، اللي بيحصل معانا ده كفر والحاد والله يا جماعه. قول عنوان المباراه سهله، الريال اتسرق الشوط الاول، ما عرفش يعوضه الشوط الثاني، الريال الشوط الثاني يستحق ان هو يتعادل. قول كده سهله وبسيطه والله، محدش هيخرجك من المله ويقول لك انت مش برشلوني وانت راجل كذاب. ريال مدريد كان يستحق التعادل وكان يستحق المكسب الشوط الثاني، ريال مدريد عمل كل حاجه في عالم كره القدم الشوط الثاني، بس ما كانش فيه حسب ولا كان فيه توفيق. هتقولي ما كان فيه انفراد برضه بيطلعوا تيبو كورتوا كان ممكن يخلص المباراه، عادي كره واحده بس. اون تارجت لعيبه بالباو، لعيبه شايطين اربعه على المرمى بتاع ريال مدريد، اربع كور فيهم ثلاث اهداف، اربع كور فيهم هدفين، اسف استنى ايه بس عادي. يعني لو انت من المحبين بتوع عفيفي والناس اللي بتحب قوي جو التطبيل بعد كل مباراه ده براحتك، اما لو انت من الناس اللي شايفه ان المباراه سرقت من زيدان وهو ما عرفش يعوضها واكتشف اخيرا ان فاران فاشل فممكن تعمل لايك.